راسي في طريق مظلمة في أطفال شمع أحلامي جوجو دراما تا واحد ما حس بكلامي فين نعطي راسي كل نهار كان قاسي راهوما سباب تزادوا في جراحي وجوهي هما سبب وجوعي دتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هما سبب وجوعي دتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي قدامي طريق ما من هروب واش درتها بيديا ولا مكتبي انت جي النار وتانا نتوب وترجع ليا الضحكة من تاني وي وي فين نعطي راسي كل نهار كان قصيرة وما سباب تزادوا في جراحي وجوهي سبب وجوعي دتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هم سبب وجوعي دتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هم سبب وجوعي صاحبي دكتور اسمح لي الله يجزيك بخير كي بقات المرأة شوية ولكن ضروري خصني ندير العملية بالليزر لأن باش طيح الحجر ما با الله وزعما بلا عملية ما يمكنش نديرو لها الدواء غير الدواء يطيح لها الحجر وحنا غنديرو ما يمكن باش نطيح لها الحجر لأن زينو ضروري العملية عندها صحيحة مسكينة شكرا دكتور شوف الله يجزيك ما تفرطوش ليا فيها الله يجزيكم بخير واجب ديالنا هذا واجب حصلتي ها بقيتي الدور الدور تجابك الله شابين يديها جبد داك التليفون الله يحفظك خليني عارف قلت لك جبد داك التليفون لا عندك فين تربى هذاك امي مريضه حنا في السبيطار خليني غير نمشي واش تمك مريضه تيجي جريسيني انا وجيت تخبى في السبيطار ها تحبتي شي واحد ما غيتبعك هنا جبد التليفون طلع نزل واو عندك الزهر يلا حيد من قبل ما انتك فين تربى وهني راسك وهني نتاعنا اسمعني يا بوستوف انا ما فيها حتى حاجه ها وهاد الحاله غادي تفوتني وديني في حالتي لداري كيما كتكذبي على راسك بكي راسك قاصح حيدي داك الحجر ولا خاص الفلوس انا نعطيك الفلوس دمي نعطيها لك مشوبه ولكن صحي ليا واش حنا ناقصين الفلوس بوستوف راه حتو ما تتوفي ها واش انا جاني شويه ديال الحريق وطحت جبتهم لي السبيطار ان شاء الله طحتي قدامنا شو حالتك كي دايره شوفي حالتك كي دايره عطي راسك شي ديال الراحه وسيري فتحي اخيتي براي ليا معجوبه مابقيتش قاعد نبغى نشوف هاد العالم عافاك اختي بوستوف تنطلقي انا راه ما بيا حتى حاجه
انا راه غنداوي راسي براسي. سمعتي؟ غنداوي راسي بالدواء ديال العرب، ندير شويه ديال الراس الحجر وشويه ديال الغلاي، ان شاء الله غنولي بخير. انا ما كنبغيش السبيطارات، السبيطارات كيخلعوني باسطوف. اش بغيتي قلت لي راسك انت ولا شنو؟ انا مزيانه باسطوف، ما تزيدش لي حتى التعب. يلا سيري سيري جي يدي اختك سيدي. يلا بديتي يلا نمشي حالاتنا. الله الله يرضي عليكم. لا ما تخلعوا، ما كاين حتى حاجه عزوز. نو راي انا وليدي راه ما كاين حتى حاجه. سيدي كاع ما تخلعوا، مشيو مشيو في حالتنا ونطيبوا جميلتنا ونشطوا مع بعضياتنا. سيدي صافي السيما بركه من البكا. الو درتيها بالعاني يا شنو درت بالعاني؟ راكي عارفه خليتي النظر ديالك ماشي بقاو عندي. النظر عندك؟ راني عييت ما نقلب عليهم. تيقتك. علاش غنضرب بالعاني؟ انت شتيني مروبنا. ايوا لالا، اي حاجه ديالك بقات عندي غتبقى في الامان. امتى غنتلاقاو؟ علاش بغيتي تشوفني؟ باش نعطيك النظر ديالك. غنصيفط لك لوكاليزاسيون ديال البلاصه اللي غادا لها باش تلاقاو تما. اه مرحبا، افيك بليزير. يلا بسلام. لا توليا؟ نعم سيدي. ياسمين دارت اوفردوز. الله يا رب الله. الحمد لله انا لاصقناها في الوقت، اما كانت غتموت. هي تنبه على هادشي ولا بغات تسمع الكلام؟ انا قراتني هاد البنت غتقتلني. اوفردوز على لا توليا ماشي اللعب، راه كيؤدي للوفاة. انا عارفة سيدي. والحمد لله انكم جبتوها في الوقت، وحنا تدخلنا في الوقت المناسب. الحمد لله. ولكن لاله توليا راه مازال ما خرجتش من المرحله ديال الخطر. الله يا ربي الله يا ربي الله يخليك يا دكتور. لماذا الهضره تبقى بيناتنا؟ ما بغيت حد يعرف. لاله توليا هذا الموضوع راه عائلي، وانا دويت معاك انتي حيت انتي امها. شكرا شكرا يا دكتور. هذا واجب، شو بيكون عندها بس نشوف بس. مالك هيك لاباس؟ مالها ياسمين؟ بنتي كانت غتمشي مني يا جمال، انتي كانت غتضيع مني يا شباب. كوي مالها؟ كل شي بسبب ولدك أديب، ما عرفتش شنو قال ليها، وبغات تقتل راسها على ودو، بغات تنتحر. شما انا راه هذيك البنت اللي كتكسر هي العوينه الوحيده اللي كنشوف بها الدنيا. شما انا درت جهدي وكثر من جهدي باش كبرتها. انا بغيت نلبسها قفطان العرس ماشي الكفن. دوي مع ولدك الله يهديه، دوي مع ولدك. صافي ما ديريش في راسك هكا، انا غادي نهضر معاه. الله غير يدير بحق هادشي، هاد الحاله اللي حنا فيها وبهادشي. شوفي انا حاسه بك، حتى انا عندي بنت وما نبغيش يبقى عليها بحال هكا. انا غادي نهضر معاه وان شاء الله هي ياسمين تكون على خير، وغتشوفيها وغتوقف وغادي دير العرس، كلشي غادي يدوز على خير. عليك يا ربي عليك يا ربي. هيك لاباس؟ مال ياسمين؟ لا والو، غير عيانه شويه وصافي.
الله. هانتوما زين، انا جبت لكم السوق، هانتوما في قبيله زاهيه، الكليان على الجهد، اليوم كاين غير الفلوس الفلوس الفلوس، واللي ما فهمش يدرس يهز سبعه ويقول لي انا ما فهمتش وانا مستعيد واعيد. ويا تي سكتي تي غتسكتي تي ريحتك هكاك تقلب سيليسيون، تي لاش تجيبي لي هادي لاش؟ تيقول لا تقطع السيليسيون هاد الخايبه هادي انا. والله ما تنضرب. خلاص سكتوا، النظام شويه النظام. شفتي البنت كانت غادي تنتحر. كيفاش كانت غادي تنتحر؟ اه كانت غادي تنتحر وعلى ودك، وما قالت عليا. ماما مشي وصل الهضره هذه عافاك اللي فيها كافيني. اسميني اللي درتها كان حيت كتبغيك، راه ما كاينش شي وحده عمقه تدير في راسها بحال هكا. كيفاش واش انت كتبغيني تبغي تنتحر؟ ماما السيده دوينه قبل ما قلنا لها جوج ديال الكلمات شوفي شنو دارت. انت واش كتحمقني ولا شنو؟ واش انا داكشي اللي كنبني فيه انت بغيتي تريبو ليا هكا؟ كيفاش ماما تجبني؟ اش كتبني؟ واش بغيتي تعيشيني واش طاتشيني؟ واش انت الدريه دوينه معاه جوج ديال الكلمات درتي هاد العالي يعني؟ وخاص قاصح مالك؟ ها؟ مالك قاصح؟ قاصح حسن من كذاب والزواج هذا، راه ما غنعيش في هاد الشيء انا حياتي كامله. شنو انت غتفهم في الزواج اكثر مني انايا؟ ها؟ ياسمين هي اللي غتزوج بها وما غتلقاش بنت كتبغي بحال هكا، حيت انا مرة كنفهم في العيالات. سمعتيني؟ ياسمين هي اللي غتزوج بها. الله يرحم الوالدين. يا ربي اجعل الميزان مقبول. يا ربي يكتب عليكم الجنه. الله يفاجئها معك اختي. الله يصبركم. الله يفاجئك اختي. الله يرحم الوالدين. الله يرحم الموتى. الله يوليه برحمته. الله يرحم الوالدين. الله يسلمك. سمعت من الخبزه بنيتي بغيت نهدر مع الحاج. انت كتشوف الشريف والله العظيم لا موقف هاد الرجيله غير بالحديد. احتاجت واحد 500 درهم. الله قول على من لا ديك اللي عطاتك هادي تاخوات وزادتك هادي تاخوات على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. خاصني واحد 500 درهم تكون انت السباق يعفو عليك الله من كل ذنب لهلا يوقف لك شي مساخيت الوالدين قدام. آمين. الله انت كتشوف انا باغيت انا نبدا نمشي نتنظموا شويه نظموا شويه وفي جنة الخالدين فيها أبدا. نظموا شوية نظموا شوية مساخيت الوالدين نظموا شوية نظموا شوية مساخيت الوالدين فيك تبغى تحرم انت فيك تبغى تحرم عرب عرب دير مالك مالك يا بنيتي مالك يا امي اش كاين استوي الحريق لا ما تخوفتيش انت حدي عدي امي عدي اختي واش غنبداو نقلبوا عليك ما عندكش حتى زين ما عندكش حتى زين واش غنباتوا معاك حتى زين عدي فين بغيتي تخوتي يدي وكليا غير عدي 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 امي عدي وي وي وما الغزاله زربانه تبارك الله عليك الزين انا الزوينه عاد بقى مع راسك بقيتيش كتحشموها ما تذوقينيش من الغريبه عافاك بعدا مقلق راه بغينا نتكلموا واش مني هادشي بزاف وبزاف بزاف اش قد علينا مالك صافي مالك صاحبي شنو واش انت ما عرفتش كيفاش راه خطيب شي صاحبي شكون بعد انيس بعدو بعدو منو صغير منو تبعد منو انيس عافاك صافي صافا نشوف صافا صافا شي صافا ما عندك والو صافا تيو نضهر ما وقع عليكم والو شي كامل على نضهر شكرا شيني عليك فين هما الاخرين شوف لي هذوك اجي انت اجي لا خويا انا خويا الصغير جينا نزورو خالي خويا ما نزورو ليه يلا علاش اخويا خالي ما تزيدش ديما كتسرى علينا انا فيها شويه شويه اه بزاف ما محجوبه شحال تهدك محجوبه محجوبه
لا اختي لا عمي حتى لي راسك يا مشو ابات وراي ابات وراي ترجعي لي خير يا مشو ما نسخاش بك اختي ما نسخاش بك لما نبغى تخليني انا لما نبغى تخلينا بحجوك نخليك مرتاحة ملي شفتك وليت بخير ما عرفتش علاش درتي بحال هكا ياسمين كنت صاحبي هذا هو الحل المشاكل ديالك بغيتي تعذبي كلشي معاك عييت من راسي بغيت نرتاح مابقاش تكون هاد الهضرة هادي أنا جيت بغيت نقولك سمح لي على الهضرة اللي قلت ليك كنت معصب وقلت شي هضرة مكنتش ناويها كاع نتا ما قلتي والو قلتي ما تقدرش تعيش مع وحدة حمقى فحالي وأنا عارفة الحق ما عندوش بلاصتو وسط منكم عمرك شفتي الموت انا شفتها مبقيتش كنخاف منها مشيت لحدها ورجعت بغيت نعاود من الاول تعاود معايا قمص رجلي جدوني جلد كلام في عميخ ما بحتاجها جلدتها انا بحتاجها لك انت تكون حدايا الا غلط تسمح لي ما بغيتش نموت وتكون تا هو سببي انا حداك اجي ما خفتيش من هادوك اللي ضربتي معاهم في ضربهم اصلا جيت لقيت كنتي بحي حالي ما نخافش عليك بعدا جيتي في وقتك شكرا انس علاش قلتي ديك الكلمه ديال خطيبتي الصراحه ديك الساعه كنت كنهضر بلا ما نفكر كنقول لي كاين ولا ما كاينش وعلاش لا كلشي ممكن شكون عارف مالك ما كانتي مش جايش من ضربنا؟ لا ماري عاد أغلى حاجة عندي في حياتي هي ديك المكانة أول فلوس دخلت بلي كوموند جات بيهم أصافي معليش المهم انتي موقع الكوار مرحبا الشيف ياك شي باسمك مادي حميزة فين هو موجود راه مرحبا الشيف زرت مباركة اش حاب الخاطر نقولوا السي مهدي ولا السي علي السي مهدي ولا السي علي السي مهدي اسيدي اجي قول لي هذا علي كيسولوني عليه بزاف واش هاد شي مجرم كبير هذا كيشبه ليا ولا شنو شارو شار شي وقيله حتى الكوميساريه وتعرف واش مهدي ولا علي ايوا ماشي مشكل كانت كوميسار قريب انا رجعت يعني شفتك كان خدمتك اش كدير انت الشيخ اش محمد عرفت شو راه مريض انا فين غادي البيه واش انا مالي مجرم انا ولا لاش غتزورني لاش قروه
عيط على المحامي وقول لولادي وصلوا لي الكوميسارية. السيب هادي انا والله تنتهيكم بالله باش انا مجرم غادي نكملين قدام عباد الله واش باغي تشوفها تشوفها مهدي مهدي العافية العافية ناري العافية 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 هربوا ناري هربوا العافية 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 الو الو نيلة ممكن نشوفك؟ ما نقدرش نخرج عندك في هذا الليل. لا انا قدام باب الفيلا. واخا نجي فيها. راه عندي في هاد الليل غمض عينك باش تصطيتي وغمض عينك هلا عينك عجباتك علاش هضمتي راسك اه عجبتني
شفتها عجبتني ولكن في يديك عجبتني اكثر. عطيني تليفونك. عطيني. هاك هاتي هي نمرتي عندك نتا الخدمة كتخدم ديما. يلا بسلام خفتو يشوفوني ما كايناش. شكرا. هاي با حميد هاد السيمانه بغيتها تفرتك ما تبقى فيها حتى بياسه يخوى الكراج عندي. كون هاني ابو علال كون هاني عربني بسم الله انا سير الله يعاونك. واون الله يهنيك. هاد السيمانه هذه كون هاني ابو علال كون هاني. كي جيتك صافي حيدتك كي ديتي الطوموبيل يبديتي لي زافير. لي زافير ولدي انيس عاد غادي يبداو. حل دماغك معايا وسمعني شنو نقول لك. محتاجك في جنبي في واحد لافير كله فلوس. انيس هذا الطبيعي ديال علال. هذا الملف ديال المهدي الحمزاوي هو وبنته وولده. وشنو المطلوب؟ المطلوب ولدي هو توقف معايا واللي قلت لك ديرها ديرها. باغي ندمر له حياته كامله. باغي ننسيه في النهار اللي عرفني فيه. بغيتو يتسطى يبدا يهضر بوحدو. منين نبداو؟ غنبداو ببنته سهله. انت اللي غتكلف بها شويه ديال الهضره حلوه وداكشي اللي كنعرف عليك وكسب لي الثقه ديالتها. سهله الوالد انا جيب لي الزين والفلوس وانا معك. مالك ما عجبتكش؟ لا زوينه. نعول عليك أول عليا الوالد. لقيت راسي في طريق من الظلام في أطفال شموع أحلامي جوجو دمو دراما تا واحد ما حس بكلامي فين نعطي راسي كل نهار كان قصيرة هما سباب تزادوا في جراحي وجوهي هما سباب وجوعي جدني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي سبب وجوعي جدني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي قدامي طريق ما من هروب واش درتها بيديا ولا مكتبي امتي جي النهار وتانا نتوب وترجع ليا الضحكة من تاني وي وي فين نعطي راسي كل نهار كان قصيرة وما سباب تزادوا في جراحي وجوهي هما سباب وجوعي جاتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي سبب وجوعي جدني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هم سبب وجوعي وجوهي سبب وجوعي